للمزيد حول هذا الموضوع انضم الينا عبر الهاتف الدكتور حافظ ابو السعده، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان. دكتور حافظ، اولا بعد التحيه، السيد رئيس البرلمان اليوم في بيانه قال بان رئيس المجلس الاوروبي اعتمد في بيانه ايضا على معلومات مغلوطه او معلومات يعني مشبوهه في بعض الاحيان، ويبدو ان رئيس البرلمان الاوروبي اعتمد على بعض المنظمات في الحصول على هذه المعلومات. اولا، ما هي الاليه للتعامل مع هذه المعلومات؟ وعلى الجانب الاخر، ما هي الاليه التي من الممكن ان نلجا اليها في تصحيح المعلومات لدى البرلمان الأوروبي أو حتى لدى هذه المؤسسات الأخرى؟ يعني هو في الحقيقة طبعا يعني كثير جدا من المواقف التي تتخذ بالذات من قبل يعني البرلمان أو المجلس الأوروبي بيكون مصدرها منظمات غير حكومية، وفي الأغلب بتبقى معلومات غير موثقة وغير دقيقة، وتحتاج إلى أنه يتم الاتصال بالحكومة المصرية أو الجهات الرسمية المصرية أولا للتيقن من هذه المعلومات، ثم بعد ذلك يأخذوا الموقف اللي هم عايزينه. هم طبعا لهم الحرية الكاملة أن يتخذوا الموقف الذي يروه صحيحا مع وجهة نظرهم، بس استنادا إلى معلومات دقيقة. إنما استنادا إلى معلومات غير حقيقية وغير موثقة وغير دقيقة، هذا أمر بيخلط المسائل ويجعل في مواقف يعني ليس لها أصل في الحقيقة، وتسيء إلى العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي. تمام. لذلك أنا أعتقد أنه أهمية مهم جدا أنه البيانات التي والتقارير التي تصدر من المنظمات غير الحكومية يكون في رد فوري من قبل الجهات الرسمية المصرية على هذه التقارير بمعلومات أدق ومعلومات أصح. تمام. طيب، هل لديك معلومة دكتور حافظ عن أنه البرلمان المصري حاول التواصل مع البرلمان الأوروبي لتوضيح هذه الأمور حتى تكون الأمور أكثر اتضاحا ولا يعتمد البرلمان الأوروبي في معلوماته على جانب واحد أو منظمة واحدة فقط؟ أنا أظن أنه يجب الاتفاق على آلية، لأنه حتى الآن لا توجد هذه الآلية. أنا رأيي التواصل بين البرلمان يعني يبقى هيد تو هيد أو يعني مباشرة ما بين سواء البرلمان والبرلمان او ما بين لجان لجنه لجان البرلمان الاوروبي ولجان البرلمان المصري، ويكون هناك اليه يعني في سرعه تقديم المعلومات، ولا سيما وان احنا الان لدينا لجنه عليا وزاريه لحقوق الانسان. انا اظن ان اللجنه دي بتضم النائب العام ووزاره الداخليه والهيئه العامه للاستعلامات، وهي جهات عندها دايما معلومات يمكن أن تجعل هذه الآلية عندها القدرة السريعة في الرد على المعلومات، لأنه أنت عارف المواقف بتأخذ بسرعة وفور صدور تقارير من منظمات غير حكومية، فيجب أنه فور أن تصدر هذه التقارير يكون أن هناك ردا من الجهة الرسمية الحكومية عشان تقدر تقول للجهات الرسمية الأوروبية على أي أساس تنتهي إلى معلومات الجهة الغير حكومية ولا على معلومات منظمة حكومية من داخل الحكومة المصرية مرموقة ومعروفة ولديها وثائق ومعلومات موثقة. طيب دكتور حافظ، أخيرا فيما يتعلق ببيان رئيس البرلمان الأوروبي، يعني كانت هناك تلميحات إلى الاعتماد على تصريحات خرجت من منظمات كمنظمة هيومن رايتس ووتش، ويعني يبدو أن منظمة هيومن رايتس ووتش هذه ليست السابقة الأولى التي تمرر فيها معلومات خاطئة سواء عن الدولة المصرية بشكل عام أو عن حالة حقوق الإنسان في المجتمع المصري بشكل خاص. ما هي الآلية التي تعتقد أنه من المفترض أن يتم اتخاذها في التعامل مع هكذا منظمات تعتمد دوما تشويه سمعة الدولة المصرية أو تشويه صورة الدولة المصرية؟ شوف، أنا تقديري في هذه الحالة يعني المهم جدا أن احنا نرد على هذه التقارير بمعلومات موثقة ومعلومات دقيقة. احنا مش يعني هم يعني هي عندهم حرية في العمل كمنظمات في بتعمل من داخل عواصم غربية وأمريكية، وبالتالي فبيكون عندهم أسمعك دكتور حافظ، عندهم القدرة على العمل. احنا دورنا ان احنا كدولة مصرية زي ما قلت لحضرتك نرد على هذه التقارير بمعلومات موثقة ومدققة. تمام. وننشرها للرأي العام الدولي أيضا بلغتين عربية وإنجليزية، أو طبعا لو ثلاث لغات يبقى حاجة عظيمة، العربية والإنجليزية والفرنسية. أشكرك. تمام، بشكرك شكرا جزيلا الدكتور حافظ أبو سعد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على كل هذه التوضيحات.